بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد. ازيكم شباب؟ اهلا بيكم في فيديو جديد من كورس داتا اناليسيس، مكملين مع بعض في مكتبة ماتبلوتليب. طيب، المرة اللي فاتت شفنا ازاي نعمل شكل بلوت وازاي نحدد اللون لو احنا عايزين لون معين في البلوت بتاعنا او الخط بتاعنا، وازاي نتحكم في حجم الخط بتاعنا. النهاردة بقى في حاجة عايز اوريكم، هي الكتاب كان بادئ بيها، الكتاب اللي هو بتاع بايثون فور داتا ساينس وبايثون فور داتا اناليسيس برضو تقريبا بادئ بيها، وهي الستايل. ولكن انا ما رضيتش ابدا بيها، لان انت ممكن انت اصلا مش عارف يعني ايه بلوت، او مش عارف الشكل الباين اصلا يعني ايه، او ايه الجراف ده اصلا. فانا مش هينفع ادخلك في الستايل بتاع الجراف وانت اصلا مش عارف يعني ايه جراف. فالفيديو اللي فات شفنا يعني ايه جراف، وازاي عملنا جراف والبلوت، وازاي سيفناه، وان في صيغ مختلفه ليه، وهكذا. تمام، في الفيديو ده هنشوف بقى ازاي نقدر نحدد الستايل بتاعه او نغير في الستايل بتاع البلوت. الستايل هنا المقصود بيه هي درجه الالوان، مش قصدي يعني اللون ان تبقى في الوان معينه في كل ستايل، لا، كل الستايلز، كل الستايلات. تمام، فيها كل اللي فيها نفس الالوان، فيها كل الالوان. تمام، ولكن الفرق ان بقى في فرق في درجه اللون نفسه. تمام، في ستايل بقى فيه اللون مثلا فاتح شويه، او في الوان بتبقى لونها فاتح شويه، او في الوان تانيه، في ستايلات تانيه بيبقى اللون فيها غامق شويه، في ستايلات تانيه بيبقى اللون فيها اسمه ايه، اجريسيف قوي. تمام، او شديد، يعني هتشوفوا شكله كده، هبوريكم شكلهم يعني. وكمان بقى الشكل نفسه بتاع الجراف، يعني الشكل نفسه بتاع الجراف يبقى الباك جراوند نفسها، الخلفيه نفسها بتاعت الجراف بيبقى برده شكلها مختلف. في ستايلات تبقى بتخلي الباك جراوند ديت بتبقى شكلها متقسمه مثلا مربعات، في حاجات تانيه بيخليها دارك يعني اسود، تخلي الصوره نفسها سودة او الخلفيه سودة، يعني في اشكال كتير. تمام، احنا مش هناخد طبعا كل الاشكال، يعني انت لو عايز تشوف كل الاشكال خش على جوجل واكتب ماتبلوتليب ستايل شيت، عايزك اجيب لك اول موقع اخش عليه، هتلاقي استغلط بالهبل. تمام، هتلاقي استغلط كتير جدا، ولكن انت طبعا مش هتستخدمهم كلهم، فانا جبت لك يعني اهم الحاجات اللي بنستخدمها، او اشهر الحاجات اللي بتستخدم، يعني اشهر الاستغلالات. وفي الغالب اصلا بنسميها ديفولت يعني. تمام، في الغالب اصلا بنسميها ديفولت وما بنستخدمش اي ستايل. اول ستايل عندنا هنشوفه اسمه كلاسيك. علشان احدد الستايل بتاعي بكتب بي ال تي اللي هي الاختصار لمكتبة الماتبلوتليب دوت باي بلوت. تمام، اللي هو اختصار لكل ده. تمام، احنا اختصرنا في البي ال تي، فانا قلت له بي ال تي دوت ستايل دوت ستايل دوت يوز، يعني الستايلات استخدم لي منهم، وبفتح له بقى قوسين وبكتب له اسم الستايل اللي انا عايزه. فانا هنا قلت له اول حاجه هنشوفها، اول ستايل هنشوفه ستايل اسمه كلاسيك. ده الاول اللي اوريها لكم، نشوفها بس من غير ما نستخدم اي ستايل، اللي هي الديفولت بتاعها. تمام، بعد كده نشوفها بالستايلات ديت. اهو دوت الستايل الاساسي او الديفولت. تمام، شايفين شكله عامل ازاي؟ لازم تركزوا بقى في الالوان وفي الباك جراوند ديت، الخلفيه اللي ورا ديت، الكلام ده كله عشان تلاحظوا التغيير. تمام، يبقى دوت الستايل الديفولت. تعالوا نشوف ستايل تاني، تعالوا نشوف بقى الستايل اللي اسمه كلاسيك دوت. الستايل اللي اسمه كلاسيك دوت بتحس ان هو اللي هو الالوان القديمه، او عارفين الصور القديمه قوي والاشكال القديمه والالعاب الجيمز القديمه قوي، اللي بقى الحاجه فيها مبكسله كده والالوان فيها حاده او اجريسيف. هو دوت الكلاسيك، او الستايل اللي اسمه كلاسيك. تعالوا نشوف شكله اهو، بص عامل ازاي، تحس ان هو اجريسيف شويه او قديم. تمام، تحسه كده يعني. تمام، دوت الستايل اللي اسمه كلاسيك. تعال نشوف الستايل اللي بعديه اللي اسمه البي ام اتش. سيف رن. ادي الستايل البي ام اتش. لو ملاحظين الباك جراوند هنا اتقسمت لمربعات، متقسمه لورا لمربعات، خطوط طول وعرض معموله مربعات اهي، ولونها جراي كده، لونها جراي او رصاصي. تمام، اللي هي جري سكيل يعني، اللي هو الالوان اللي تبقى ما بين الابيض والاسود ديت، او درجات الالوان تبقى ما بين الابيض والاسود، عشان محدش يقول ما فيش الوان ما بين الابيض والاسود. تمام، عندي ستايل تاني اسمه سيبورن.
سيبورني ده بيبقى كويس قوي لو انت هتستخدم السيبورني عموما، يعني هتلاقي فيها في من السيبورني كذا تفريعة، ولكن السيبورني بيبقى كويس قوي لو انت هتستخدم الوان اسمها الالوان المائية. الناس اللي بتحب الالوان والرسم والكلام ده عارفين في حاجة اسمها الالوان المائية. الالوان المائية هي اللي بتبقى الالوان مكتوب عليها ايه، المشتقة من الازرق مثلا، او القريبة من الازرق، الازرق اللبني، الحاجات ديت. يعني الالوان اللي بتبقى قريبة من الوان المية والوان السماء ديت بيسموها الوان مائية. فالستايل السيبورني دوت بيبقى كويس قوي فيه. تمام، ادي هي برضو. تمام، عمل لي برضو في الخلفية من ورا اهي مربعات، وبس الخطوط هنا مختلفة. شايفين شكل الخطوط من ديت؟ شايفين شكل هنا الخطوط شكلها عاملة لونها أبيض، وحتى الستايل كان فيه بقى فيه شبه نقط كده عند كل مستوى. تمام، اتشالت يعني، بقى الشكل ألطف شوية. تعالوا حتى لو مش محسنها، تعالوا ايه اوريكم الشكل اللي قبليها دوت البي ام اتش عشان تلاحظوا الفرق. اهو بصوا الفرق هنا، دي هنا في اللي هي البي ام اتش، شايفين الشكل عامل ازاي؟ في نقط هنا، في شروط هنا ايه، او خطوط هنا ايه، والخطوط نفسها لونها مختلف. تمام، تعالوا نشوف تاني السيبورد. السيبورد نفسها في منها كذا تفريعة او كذا حاجة تانية، يعني السيبورد وحاجة تانية شبه اللي هنشوف اللي تحتيها دلوقتي. هنا بصوا بقى، هنا دي السيبورد اهي، شفتوا الاختلاف ما بينها وبين التانية؟ تمام، طبعا ممكن ما مش كناش ملاحظين اختلافات في اللون نفسه اللي هو اللون الاحمر. تمام، ولكن لما بتبقى بتستخدم الالوان كتير هتلاحظوا الفرق، يعني مع استخدامكم كتير ليه هتلاحظوا الفرق ما بين كل ستايل والتاني في الالوان. دوت الستايل دوت اللي اسمه سيبورن داش وايت وايت جريت، ده نفس اللي فات، ولكن الخلفيه من ورا لونها ابيض. بصوا التانية كانت خلفية من ورا رصاص تقريبا، هنا لا، هنا الخلفية لونها أبيض. تمام، عارفين الكراسات اللي هي النص ملي، المربعات النص ملي ديت، مش النص ملي آسف، النص سنتي مش النص ملي. تمام، اللي هي بتبقى المربعات الصغيرة ديت، هي دي شبهها كده نفس الستايل بتاعها. تمام، تعال نشوف ستايل تاني، ستايل بعد كده اسمه سيبورد داش بيبر، ده يعني اكنها على شكل ورقه. ده تحس ان هو قريب من الديفولت. تمام، تحس انه قريب من الديفولت، ولكن في اختلاف ان الشروط هنا او النقط اللي هنا العلامات ديت اللي طالعه لبره مش لجوه. تمام، عندي الستايل بقى كده اسمه الدارك باك جراوند. دارك الباك جراوند دوت، عارفين وضع النايت مود في الموبايلات وفي الابليكيشنز، هو دوت شبهها كده. تعالوا نجربه، ده اللي بيخلي الخلفيه هنا لونها اسود اهي. تمام، هو دوت الدارك مود. تمام، يبقى احنا كده شفنا الدارك الستايل بتاع الدارك باك جراوند. اعتقد ان الستايلات ديت كفايه، يعني اصلا ممكن تستخدم السي بورن دوت كويس او الديفولت برضو كويس، هو بتبقى على حسب يعني احتياجاتك. تمام، على حسب يعني احتياجات البيانات اللي انت بتشتغل عليها. تمام، يبقى دي كانت الستايلز بتاعت الالوان او شكل الجراف. تمام، في عندي ستايل تاني برضو، ولكن الستايل دوت بقى مش خاص بالالوان والكلام ده كله، لا، الستايل دوت اللي بعد كده اللي هنشوفه دوت ستايلات خاصه بالبلوت نفسها. بص، هو عموما الحاجات ديت اي حاجه بتبقى بره الداله بتاعت الرسمه فدي بتنطبق على كله. تمام، بتنطبق يعني على كل الجرافات او على كل الاشكال اللي هنشتغل عليها. اما اي حاجه جوه الداله ديت فيها بتبقى في الغالب خاصه بالداله ديت بس، بعدين ممكن هتلاقي في منهم حاجات مشتركه، يعني كلهم مثلا فيهم اكس وواي وكلهم على كل الجرافات فيها كلر. يعني لو احنا جينا جربنا اي جراف تاني او اي شكل تاني يعني من الجرافات، هنلاقي ان هو بياخد نفس القيم ديت. تمام، نفس الحاجه ديت، بس ممكن اللاين نوتس ما نلاقيهاش مثلا، دي مثلا بتبقى خاصه بالبلوت بس. تمام، اما الستايل واي حاجه من بره بعد كده هنشوفها، يعني هناخدها بتبقى بره داله البلوت ديت بتبقى عموما يعني بتستخدم في كل البلوتس او في كل الحاجات، يعني مش في البلوت دوت بس، مش في الشكل ده بس، لا، بتستخدم في كل الاشكال التانيه.
هبقى نشوف الكلام ده. تمام. الحاجة اللي هناخدها بعد كده هي اللاين ستايل او الستايل الخاص بالخط بتاعنا. احنا شفنا هنا لما بنيجي نعمل سيف، احنا شفنا هنا لما بنيجي نعمل بلوت او خط. تمام. ده شكله بقى خطه كده، خط كده شكل خط. طب انا عايز اعمل اشوف ايه الاستايلات الموجوده التانية للخط ده، يعني هل هي مثلا كل الاشكال عندي خط بس هنا، يعني قصدي في البلوت هل هي بتبقى خط بس؟ طب ما ينفعش مثلا اخليها نقط، اخليها نقط وشروط، يعني عايز اغير في الشكل نفسه بتاع الخط. ينفع اعملها؟ اه ينفع تعملها عن طريق حاجه اسمها لاين ستايل. لاين ستايل، لاين ستايل. تمام. عندي اربع انواع ينفع اشتغل عليهم. اول حاجه وهي السوليد. السوليد دوت، تمام، السوليد هو اللي احنا بنشتغل عليه، هو الشكل دوت. الشكل دوت اسمه سوليد، او الستايل بتاعه دوت اسمه سوليد. ادينا حددت له ان انا عايزه سوليد. هنشوف هنلاقي طبعا نفس الخط، هنعمل لي نفس الخط. تمام. ادي هو نفس الخط. في ستايل تاني غير السوليد، حاجة اسمها الداشت. تعالى اوريكم شكله الداشت. الداشت هي بتبقى شبه خطوط متقطعة كده، يعني بدل ما كان خط سليم، لا هو خط وفي ما بين وفي متقطع كده متقسم. تمام. تمام. لاحظين شكله متقطع كده، ممكن تكبر من هنا. بصوا متقطعة. تمام. مش ثابتة، يعني مش واحد، مش الخط على طول متصل ببعضه، لا هو متقطع. تمام. خطوط كده متقطعة. الخط الداش دوت، او خلينا مش خلاف الاخر الاختصار ديت. عندي بقى حاجة تانية اسمها الداش دوت. الداش دوت هي بتبقى خطوط متقطعة ونقط مع بعض، هي داش دوت، يعني خط متقطع ونقطة، خط متقطع ونقطة. تعال نشوف شكلها. خط متقطع ونقطة، بعد كده خط تاني ونقطة، كده خط تاني ونقطة، كده خط تاني ونقطة. تمام. هو دوت اللي اسمه الداش دوت. في بعد كده الدوتد. الدوتد هي النقط بس من غير خطوط. نقفل دوت. ران. بقت نقط بس من غير خطوط متقطعة، نقط بس. تمام. في طريقة تانية تقدر تكتب بيها اللاين ستايل بتاعك. فاكرين مش الكلر قلنا ليها كذا طريقة انك تقدر تكتبه؟ ممكن تكتب اسم اللون اللي انت عايزه، او تكتب اول حرف من اسم اللون ده، او تكتبه بطريقة اللي هي الشباك اللي هي الطريقة بتاعت السي اس اس. تمام. برضو نفس الكلام في اللاين ستايل، تقدر تكتبه باكتر من طريقة. مثلا السوليد دوت، عشان تقدر تعمل السوليد دوت، في اختصار ليه انك تكتب العلامه دي اللي هي الداش، اسمها الداش. تكتب علامه الداش دي معناها ان انت عايز الخط بتاعك سوليد. تمام. نعمل رن، هتلاقيها اهي سوليد اهي. تمام. الخط سليم. طيب لو انا عايز اعمل الخط ده، انا عايزه بقى يبقى داش او خط متقطع، اعمل ايه؟ هتكتب اتنين منها اهي، اتنين ورا بعض، دي معناها ان انت عايزه داشت او عايزه خط متقطع. نعمل رن. تمام. بقت خط متقطع. تمام. طب لو انا عايز اعمله داش دوت، يعني عايز اعمله خط ونقطة، خط ونقطة، هكتب واحدة داش اللي هي خط واحد هنا، هو ودوت علامة الدوت او النقطة. تمام. ممكن اعمل رن، هتلاقيها عامل لك خط ونقطة، خط ونقطة. تمام. طب انا عايز اعملها دوت، هتبقى نقطتين نقطتين نقطتين، معناها ان انت عايزها دوتد او اللي هي نقط. انت غلط، هي تقريبا نقطة بس. مش فاكرها دي قوي.
كان ليها شكل معين، دي كانت المختلفة عن الباقيين. تمام، اهي نقطتين فوق بعض. نقطتين فوق بعض معناها ان انت عايزها دوتت، عايزها نقط. تمام، في شكل تاني بس هو ما يعني في الاسم مش هتلاقيه. تمام، مش هتلاقيه، ما هو مش مكتوب في الاسم. هو ان انت لو عايز خط ونقط، يعني خط سليم وعند كل علامة من دول، عند كل نقطة منهم يقوم عامل لك نقطة. تعال اوريك شكله. احنا قلنا الداش دوت هو خط او داش وبعد كده دوت، لا ده اعكس وخليها دوت بعد كده داش. تعال اقول لك شكله هيبقى عامل ازاي. هيبقى عبارة عن خط سليم ولكن مع كل عند كل نقطة. شوف هنا، داش دوت داش. طب خلينا نشوف الفيديو الجاي عشان مش مكتوب، علامات مش مكتوبة هنا. بقى نشوف الفيديو الجاي وابقى اوريها لكم. تمام، انا بس عايزها اخليها دي كده داش. في ملحوظة تانية عايز اقولها لكم، انت ممكن تعمل اتنين بلوت على نفس البلوت. يعني ايه؟ يعني انا عندي اهو جراف اهو. تمام، الجراف ده فيه خط، انا ممكن بس اعمل خط تاني معاه. يعني مش شرط يبقى كل جراف فيه خط واحد، لا، او في شكل واحد، لا، ممكن اخلي في الجراف اكتر من شكل او اكتر من بلوت. تمام، فتعالوا هنا مثلا نغير الواي، هي قيمة ال، ماشي، تعال نعمل واي تو ونغير في القيم، يعني نزود. اللي هي 2000 بس كفايه. خلي اخر نقطتين دول متماثلين مع بعض. تمام، لو انا عايز اقدر اعمل اكتر من خط على نفس الجراف قدامي طريقتين، يا اما اني اجي هنا بعد اول بعد ما اكتب اول اكس واي واكتب وام كاتب اعمل كوما واكتب بقى الاكس الجديده، انا عايزها تبقى نفس الاكس. تمام، واكتب الواي الجديده اللي هي انا عندي هنا هي مختلفه اسمها واي 2. تمام، ساعتها كده هيعمل لي اتنين بلوت في نفس ال في نفس الجراف. تمام، ولكن هتبقى عندي مشكله، اهي شايفين، ولكن تبقى عندي مشكله. المشكله اللي عندي ان انا ان لو انا عايز اعمل لكل واحده فيهم شكل معين سواء لاين ستايل او لون معين، بتبقى الموضوع بيبقى فيه مشاكل، بيبقى مكعبل. فالاحسن ان انا اقوم عامل بلوت من اول وجديد. تمام، بالتفاصيل الجديده دي. كوبي، احنا قلنا نفس الاكس ولكن مختلفة في الواي، وعديها كالر تاني هخليها بلو، خليها اختصارية، والدان ويست ماشي، ودي خليها سوليد. تمام، ادي عمل لي اهو خطين. طبعا مش شرط خطين بس، لا، ممكن اكتر على حسب احتياجاتي. تمام، بس كده. شكرا لكم شباب، واشوفكم بإذن الله في فيديو جديد.